من أعلى نقطة في جبل شمس يشرق يوم جديد ليضيء ويكشف عن أسرار الطبيعة والمكان هنا في قرى المارات وكرب ولاية الرستاق. امتداد واسع لبساط أخضر من الأشجار البرية كشجر العلعلان العطري وأشجار البوت الذي بدأ يطرح ثماره، يقطفه ويجنيه سكان الجبل وكل من يزوره متلذذين بطعمه. اعتدال درجة الحرارة التي لا تتعدى منتصف العشرينات جعلنا نقطع هذه المساحات لاكتشاف سحر الطبيعة لتبدو هذه المشاهد. تشكيلات في غاية الجمال لتكوينات صخرية متنوعة ومنحدرات وكهوف جعل من المارات وجهة لمن ينشد الطبيعة البكر. تمتاز هذه القرى المارات وكرب بطبيعة الجو الجميل المعتدل دائما، يعني خاصة في فصل الصيف يكون الجو ما تتعدى درجة الحرارة من 17، في فصل الشتاء ما تجي أقل من 5 درجات. وفي طرق نفس الشيء عشان الناس اللي يحبوا المغامرات ويحبوا المشي في أماكن يعني مخصصة، وفي عندنا ناس في أدلة يعرفوا هذا الطريق وهم يحبوا أكثر شيء السواح يحبوا المشي خاصة الأوروبيين. المارات وما جاورها سلة غذائية متنوعة من الفاكهة، فأشجار المشمش تطرح ثمارها والأصناف الأخرى بين بدايات الإثمار والنضج، وبينهما أزهار الورد لتعطر المكان. كل الأشجار متنوعة تجيبها من الخارج أو من عمان، معناتها تجيد في المنطقة هذه منطقة المارات. ومثل ما تشوف الرمان، الخوخ، المشمش، حتى الكمترة، العنب، أي شيء موجود والحمد لله زين. ليس ببعيد عن جبل وقرى المارات تبدو هذه الغابة من الأشجار العطرية، تمنح الزائر لحظات من مكامن البيئة التي تنفرد بها هذه القرى دون غيرها، والتي تبعث في النفس السعادة والبهجة. عبد الله بن عامر الويهي من قرية المارات بولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة.